ايوه ايفل فشار ايفل فيش ايفل بطاط ايفل لحم ايفل عيش ايفل مجبوس ايفل لبن ايف مشروب ايف كاكاو ايف بطاط ايف حلاوة ايف عصير ايف علج ايف فرحاتك واشياءك. اليوم يا عزيزي المتابع، يا احلى متابع، اليوم راح اعرض لكم مقطع اسطوري، مقطع واخيرا يعني قاعد احاول اجيب لكم مقاطع من محتوى فورتنايت، محتوى جيمنج. يا احاول يا اخوان، لكن شوي في صعوبة مع عملية المونتاج من لوت فورتنايت، صح شوي اوكي زمان شوي، لكن مقطع اليوم اتمنى يجيكم من عرضاكم. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. اليوم لعبت انا وعبد الله شو اسمه ون في ون بوك سايت ليش اسمه 10، بعدين فزت عليه ل 10 قال لي 15، بعدين من ل 15 قال لي 20، بعدين عاد راح تشوفون من فاز اوكي. فبس ما بطلع لكم مقطع، اتمنى المقطع يعجبكم من على رضاكم. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب. تبون محتوى فورتنايت ومحتوى التحديات مع يعني الشباب والشله تي تقول تحت الكومنتات، دعمكم يا اللايك. يلا وشان تشالنج جو لايك. في البدايه يا شباب كنت قاعد اسخن شوي اوكي، هو التسخين والله اسمع شوي مدير بلعب ضد ما يبديش. ايش تقول اللي تحب الكل سلو؟ وهنا بدأت الحرب العظمى. محمد ضد عبد الله، قوة هجومية في هذا الاثناء يا سادة. من سيفوز بهذا اللقاء؟ الانفرودي الممتع يا سادة. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، لكن اضغط لايك تأكد من اشترك بس، يعني المقطع راح يكون فيه ضحك وطقطقة ومشاهدة ممتعة. يلا بسمو والله عندي لاج. لا لا بس والله والغاندين كان عندي لاج يعني خطوط حمراء بس مو لاج حينك صح ما استف ثبت ثبت
الله ما احب احول اسوي حامي يا حامي لك والله 200 شلون يجي من قدامي يا خمار هيل عندي غلود عندي غلود مشكلة وين؟ مك خايس عكسير ليه؟ لا انا عيبي مو خايس هو شسمه انا عندي غلوط اسولت وانت تدري اسولت يعني انا ما ادري هو وين اتوتر انا وينزل فوق تحت يوق تحت يوق تحت اوه
اخر طلقة شنو حظه هذا؟ ولك ابو جاسم شنو ماكو مجال؟ والله في مجال. بنجي مو ثابت. بنجي مو ثابت والله لو بنجي صافي. لو بنجي صافي في مجال. بنجي مو ثابت. مغا زين مغا مو زين. لا الحين ما في مجال. لان بنجي خارج. طبعا شكله مو معنا بسيق ضغط. مدليست. عشان ما يريك. صار فيك عبد الوهاب يا حرام ترى وقعت هدر لا يروح ليان يموت يموت ما عندي موارد المشكلة محظوظ شنو اي كلمي اوكي كلمي هذا اخر روكي انت بس بدي اتكلم راح ادخل انصحك يا الله دقيقة عبد الله جاسم قلت حركته على طول بمب بعدين بمب ابو جاسم افهم اقول له بنجي خرا يقول لي ما يعرف يلعب كم بنجي اقول له كم بنجي 70 والله هذا مكان اقدر ترى والله زين هذا بنجي 70 معش اسمه خطوط حمر وارد يا باشا شلون هذيك حمار انا بطولة الحين اذرف بطولة يعني حسسني بيفوز فيها واغني اذرف حسسني بيفوز فيها بطولة يلا وادي يلا شلونك خلص يلا خلص صور الشاشة بك ضب والله دم سبع وانا محمد فارس يلعب حساب محمد عبد الله يلا جيجي يا شباب شايفكم عجبكم مقطع اليوم لا تنسوا لايك اشتراك بعد جرس البياض لا عجبكم هذا المحتوى اتمنى عجبكم جيم بلاي مع عبد الله وبس شباب الحين طولت عليكم مع السلامة بوسة بس شباب حبيت انبهكم مقطع اليوم راح يكون فيه فترة قوة حيل اسطوري السلامة